السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى الخوت تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو ديال اليوم اللي ان شاء الله غادي نهضروا فيه على الثقل ديال الجهاز، يعني ملي كيكثر عليا لي زابليكاسيون داكشي كيولي ثقيل شويه. يعني انا نوريكم ان شاء الله كيفاش تتفاداو هادشي في هذا الجهاز ديال المي بوكس. تبعوا معايا الفيديو الاخير ان شاء الله باش كلشي يستافد. مثلا التليفون ها هو، يعني كيكون فيه واحد لي زابليكاسيون كتكليكي على هادي، هما كيطلعوا هنا كيف ما كتشوفوا. كتبغي تحيدهم تدير فيه غميتو صافي، يعني ها هو غيولي خفيف. يعني غادي نطبقوا هادشي في هاد الجهاز. غادي نمشيو غنمشيو لواحد الابليكاسيون اللي هي كاينه في جوجل بلاي. اللي هي الباك جراوند، غادي نكليكيو عليها. هما هادو هما لي زابليكاسيون اللي كاينين. غادي نحاولو نحيدوهم. كاينين سبعة ديال لي زابليكاسيون هنا. غادي مثلا هادي نبغو نحيدوها، نجيو غادي نديرو هنا فورس ستوب. اوكي، هاهي تحيدات. هنا غنطبقهم على جميع الابليكاسيون اللي كاينين هنا. وواحد الخاصية اخرى اللي هي تدير على انك ديفلوبر، كتكليكي على هنا سيتينغ وغتجي غتهبط للديفايس بريفيرونس، كتكليكي عليها اباوت، كتهبط لتحت كتكليكي على بويلد سبعة المرات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. دابا يو ار نو ا ديفلوبر. غادي نمشيو غادي نرجعو. تزادنا واحد خاصية اللي هي هادي ديفلوبر اوبسيون، كنمشيو تنكليكيو عليها. هنا لو بغيتي تحيدها انابل ديفلوبر اوبسيون، هنا غتهبط لتحت هايا ترانسميسيون انيماسيون سكال، كنكليكيو عليها. هاهما ثلاثة، كاينة دوراسيون كاينة سكونداري، غنكليكيو عليها وغادي نديرو هنا انيماسيون اوف. غنمشيو عاوتاني لهادي وغادي نديرو لا اوف، غادي نجيو هنا نديرو لا اوف. دابا كيف ما كتشوفو السرعة ديال الجهاز ولا سريع بزاف. كتشوفوا السرعة ديالو. وكنتمنى الخوت هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وتابوناو معنا وفعلوا داك الجرس باش ديما ان شاء الله يبقى ديما يطلع لكم الجديد ديال القناة ان شاء الله. وكنتمنى تكونوا بخير، وشكرا لكم والى اللقاء.